حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا ازال احبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود فبدا به وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا ادري بدا بابي او بمعاذ بن جبل